الله عليه وسلم: من أخبر سبعة من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه، فقط أرسلها بنية الفرج. بالحق لا يدعو أحدا بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنوبه واشتاقت إليه الجنة واستغفر له المكان وفتحت له أبواب الجنة. فنادته الملائكة: يا ولي الله، ادخل من أي أبواب الجنة شاء. والدعاء هو: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخبر سبعة من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه، فقط أرسلها بنية الفرج.